ماذا يعني إحالة ملف صحفيين لقاض متطرف من قضاة الميليشيا؟ هل تسعى الميليشيا لإصدار أحكام جائرة بحق المختطفين؟ ما هي مخاطر توظيف القضاء من قبل ميليشيا الحوثي؟ لماذا يسكت العالم أمام هذه الجرائم؟ ولماذا تتجاهل الشرعية دور القضاء؟ أهلا بكم. استمرار إجراءات محاكمة الصحفيين بعد 4 سنوات من الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب في سجون سرية. مكمن المفارقة هنا أن ميليشيا الحوثي تتهم الصحفيين بالتخابر مع دول العدوان. وضعوا خطا تحت دول العدوان هنا، لأن الحوثيين اليوم في الرياض يمضون في تفاهمات عالية المستوى لإيقاف النار وتحولهم إلى طرف حامل للحدود السعودية مقابل دعم سعودي. الجديد في قضية الصحفيين هذه المرة أن ميليشيا الحوثي قامت بإحالة ملف الصحفيين إلى أحد القضاة المعروفين بأنهم أشد القضاة المتطرفين والمتعصبين سرا وعلنا لميليشيا الحوثي، وهو ما يؤكد أن هناك توجه من ميليشيا الحوثي لإصدار أحكام جائرة بحق المختطفين. في اللحظة التي يفترض بالعالم مطالبة ميليشيا الحوثي الإفراج الفوري عن الصحفيين بما لهم من حماية خاصة وفق الدستور الذي يكفل الحرية الإعلامية، لكنه وللأسف بعد 4 سنوات من الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب في سجون سرية تستمر إجراءات محاكمة الصحفيين بتهم كيدية في ظل تدهور حالتهم. بعضهم فقدوا القدرة على الحركة جراء التعذيب، فلماذا خفتت أصوات العالم أمام الانتهاكات التي تطال الصحفيين تحت سلطة الميليشيا؟ مجددا الصحفيون اليمنيون في مواجهة محاكم ميليشيا الحوثي. منذ أكثر من 4 سنوات تحتجز الميليشيا أكثر من 10 صحفيين بتهم كيدية، وتحاول إضفاء صفة قانونية لهذا الاعتقال عن طريق إحالة ملفهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة وإجراء محاكمات صورية. عضو هيئة الدفاع عن الصحفيين المختطفين المحامي عبد الباسط غازي كتب في صفحته الشخصية أن هيئة الدفاع فوجئت بإحالة ملف الصحفيين إلى عهدة أحد القضاة المعروفين بتعصبهم المطلق للحوثيين، وهو ما يعني أن حياة الصحفيين أصبحت معرضة للخطر أكثر من أي وقت سبق. تتهم ميليشيا الحوثي الصحفيين 10 بمساندة ما تسميه العدوان والتخابر مع المملكة العربية السعودية، وهي التهمة التي سلطتها الميليشيا على آلاف اليمنيين طوال ما يقارب 5 أعوام، ولكن هذه المحاكمة تترافق مع تطورات تجعل منها مجرد مسرحية هزلية لكنها قاتلة. مؤخراً كشفت قناة بلقيس عن وجود وفد حوثي في الرياض يعقد اجتماعات عالية المستوى مع المسؤولين السعوديين، وتتبادل الجماعة مع المملكة العديد من الأفكار بخصوص اتفاق وشيك بين الجانبين، ولكن هذا كله لم يرفع عن عاتق معارضي الجماعة تهمة موالاة السعودية. مفارقة لا تحتاج إلى كثير من التفسير، فلطالما كانت أعمال الجماعة الحوثية في واد وشعاراتها في واد آخر منذ اللحظة التي أعلنت فيها عن نفسها. أما أن الاتفاق يعترض على طرح الدليل فهذا لم يرد. تتعامل ميليشيا الحوثي مع مؤسسة القضاء كأداة للتنكيل بكل من يخالف نهجها، مستغلة موالاة معظم أعضاء السلطة القضائية لها. لم يعد العالم يتحدث عن صحفيين مدنيين مرميين خلف قضبان الميليشيا لقرابة 5 سنوات. الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمنظمات الحقوقية الدولية والأممية ذات العلاقة لم تعد تلتفت لمعاناة الصحفيين اليمنيين أو تضغط على الميليشيا للإفراج عنهم، وكأن مصيرهم لم يعد يهم أحداً سوى أهاليهم الذين تعبوا بانتظار لحظة عودة أبنائهم الأبرياء. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أخت آسيا والمشاهدين. أهلا بك أستاذ محمد. في منشور له كتب رئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين المحامي عبد الباسط غازي منشورا نشره على صفحته في الفيسبوك، إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين طبعا في صنعاء حالت ملف محاكمة الصحفيين المختطفين إلى قاض متعصب للحوثيين بشكل
مطلق. كيف تابعت مثل هذا الخبر؟ مساء الخير لك يا أخت آسيا مرة أخرى والمشاهدين. في الحقيقة أولا هذه ظلمات بعضها فوق بعض، خطوة أخرى للميليشيا الحوثية بحق الزملاء الصحفيين تنم مرة أخرى عن مدى توحش هذه الميليشيا ومحاولاتها إضفاء نوع من المشروعية على جرائم التنكيل بحق الزملاء الصحفيين. اليوم 5 سنوات على اعتقال هؤلاء، أو قرابة 5 سنوات على اعتقال هؤلاء الزملاء، مارست بحقهم كل صنوف التعذيب والقمع والترهيب، التعذيب النفسي والجسدي. بعضهم اليوم أصبح يعاني من أمراض مزمنة في الحقيقة بسبب التعذيب وإطالة وطول مدة الاحتجاز في السجن وظروف الاحتجاز السيئة للغاية، معاملة قاسية ولا إنسانية. هذه الميليشيا نسفت بكل قيم اليمنيين الأصيلة عرض الحائط وبالقوانين والمبادئ الدولية قبل ذلك. تحية في الحقيقة لجهود المحامين وخصوصا الأخ عبد الباسط الذي يبذل جهودا كبيرة في محاولات على الأقل التعامل مع ميليشيا تنصلت عن أي قيم مع اليمنيين أو قواسم مشتركة مع المجتمع اليمني، وبالتالي يبدو بالفعل أنها مهمة كبيرة وصعبة أن يتم التعامل مع ثقافة من هذا النوع. الميليشيا الحوثية نعرف أنها تحاول إحالة ملف المختطفين من الصحفيين إلى المحكمة الجزائية ابتداءً في محاولة أولاً لغسل جرائم القمع والتنكيل والاضطهاد التي مارستها بحق هؤلاء الزملاء على مدى السنوات الماضية، وبالتالي تحاول إظهار كما لو أنهم مدانين في نظر المجتمع، بينما الجميع يعرف أن هؤلاء أبطال وكل تهمتهم أنهم يعني مارسوا حقهم في حرية التعبير ورفضوا الانقلاب الذي قامت به الميليشيا الحوثية في سبتمبر 2014، وبالتالي تم اختطافهم حينها والزج بهم في السجون، وظلوا فترة طويلة رهن الإخفاء القسري قبل أن تعرف أسرهم بوجودهم خلف القضبان لدى ميليشيا الحوثيين. وكانت آثار التعذيب بطبيعة الحال واضحة على أجسادهم في أول زيارة سمح لأسرهم بزيارتهم. وبالتالي هذه نقطة مهمة، أنه إحالة أولاً ملف المختطفين الصحفيين إلى الجزائية المتخصصة هو محاولة لغسل جرائم التنكيل والاضطهاد والقمع التي مرست بحق هؤلاء. الأمر الآخر في الحقيقة نعرف أن الميليشيا الحوثية ورثت مخزوناً هائلاً من الكراهية والحقد للإمامة في اليمن ضد اليمنيين وضد الأصوات الحرة التي تكشف كهنوت هذه الميليشيا وعنصريتها، وبالتالي تحاول أن تستخدم ملف الصحفيين لإرهاب المجتمع اليمني ولإرهاب كل الأصوات التي تحاول نقد سلوك هذه الميليشيا. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم معنا الأستاذ نبيل أسيدي عضو المجلس نقابة الصحفيين اليمنيين عبر الهاتف من سويسرا. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور والعافية. أهلا بك أستاذ نبيل. خبر جديد يشير إلى إحالة الصحفيين المختطفين إلى ملف، يعني ملفهم تم إحالته إلى قاض متشدد ومعروف بأنه حوثي يعني علنا كما وصف، وذلك تمهيدا لإصدار أحكام جائرة بحق هؤلاء الصحفيين. كيف ترى مثل هذا الإجراء من قبل ميليشيا الحوثي؟ أولا نحن في نقابة الصحفيين أو كصحفي لا يهمنا أن يتم إحالتهم إلى قاضي متعصب للحوثيين أو قاضي متطرف أو قاضي منفتح. هذه هي في الأساس هذه ثانوية. مجرد إحالتهم إلى القضاء أو إحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة والنيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب هي انتهاك جديد يمارس في حق الصحفيين الذين اعتقلوا منذ 5 أعوام وتعرضوا للتعذيب وتعرضوا للإهانة وتعرضوا للإخفاء القسري وتعرضوا للكثير من الأمراض وتعرضوا أيضا لعرضهم على الكلاب البوليسية وغيرها من الانتهاكات التي إضافة إلى الانتهاك الخاص بالاختطاف، وهذا اختطاف طبعا كل هذه سلسلة من الانتهاكات
يتواصل تواصلت هذه الانتهاكات بإحالتهم على النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، وهي محكمة أولا يعني كان عليها الكثير من النقاط. نقابة الصحفيين لا تعترف لا بإحالة الصحفيين إلى المحاكمة أو بهذه المحكمة أو بما سينتج عن هذه المحاكمة. الجميع يعرف أن قضية الصحفيين المختطفين لدى الميليشيات الحوثية تحولت إلى قضية ابتزاز سياسي وإلى صفقة سياسية وإلى ابتزاز، إضافة إلى أنها كما قال ضيفكم القدير بأنها رسالة واضحة لكل الصحفيين لكل الناس. لكن أستاذ نبيل يعني أنتم تعترضون على ما حدث من انتهاكات، ولكن نود أن نعرف منك ما مدى يعني الاعتراض على مستوى المؤسسات المعنية بحرية الصحافة والصحفيين، خصوصا أنه يفترض أن هناك يعني أنهم تحت طائلة دستور يحميهم ويحفظ حقوقهم، خاصة يعني أنهم يفترض أنه مكفول لهم حرية التعبير. طبعا اسمحي لي أنا أسألك سؤال، أنت تتحدثي الآن عن الصحفيين المعتقلين لدى الميليشيات الحوثية، وأعتقد أن هذا الحديث هو عن ميليشيات، والميليشيات هذه ليس لها قيم ولا أخلاق ولا اعتراف لا بالقانون ولا بالدستور ولا بالدولة، هي انقلبت على كل هذه المواثيق وعلى كل هذه المسميات. فبالتالي أن الحديث عن إحالة الصحفيين كونها إجراء قانوني أو غير قانوني أو هو ما يشابه في أنه مسموح في الدستور حريتهم في الرأي والتعبير من هذه الحقوق التي يكفلها القانون المحلي والقانون الدولي، هذا حديث ربما مفرغ منه وربما حديث لا بدون جدوى. نعم، كيف استطعتم إيصال تفضلي. نعم، كيف استطعتم إيصال مظلومية هؤلاء الصحفيين كونكم نقابة صحفيين اليمني؟ طبعا نحن في حالة حرب، والنقابة دورها دور الرصد والتوثيق وإيصال صوت الصحفيين للمنظمات المعنية وللمجتمع الدولي. هناك تواصل مع المقرر الخاص المعني بحق الرأي والتعبير في مجلس حقوق الإنسان، هناك أيضا التواصل مع المبعوث الأممي لأكثر من مرة سابق واللاحق، هناك تواصل أيضا مع لجنة التحقيق الدولية ومع لجنة التحقيق الوطنية وأيضا مع المنظمات الدولية كمنظمة العفو ومراسلون بالحدود والاتحاد الدولي، إضافة إلى الكثير من المنظمات في هذا السياق. لكن للأسف أنا أقولها بصراحة، الصحفيين اليمنيين يتعرضون للخذلان الكبير. هذه القضية صحيح أنها عرضت في أكثر من محفل دولي، وهناك جهات دولية يعني تناولت موضوع الصحفيين العشرة الذين يتم انتهاكهم حقوقهم منذ 4 سنوات، لكن للأسف الشديد لا يوجد هناك أي تحرك فعلي من المنظمات الدولية. أول لماذا خاصة يعني أن هناك جهات معنية بالصحفيين أستاذ نبيل، كاتحاد الصحفيين الدوليين والصحفيين العرب وغيرها من المنظمات الداعمة لحرية التعبير، لما لا يوجد أي تحرك في هذا الملف؟ أولا هناك أشياء لها علاقة بوضع المنظمات المجتمع الدولي. المنظمات المجتمع الدولي هي منظمات ذات طابع مدني واجتماعي وحقوقي، وبالتالي ليس لها أدوات تنفيذية. أضف إلى ذلك أن المجتمع الدولي ينظر لموضوع الصحفيين ضمن منظومة القضية اليمنية واهتمام المجتمع الدولي بالقضية اليمنية، وللأسف الشديد هناك إهمال للقضية اليمنية بشكل عام بما فيها قضية الصحفيين. الشيء الآخر وهو الأهم أنه لا يوجد في القانون الدولي آليات تنفيذية لعدم الإفلات من العقاب، يعني بأن القوانين الدولية الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وغيرها تدين كل من يقوم بالانتهاكات في حق الصحفيين، لكن لا يوجد هناك قانون يوجد آلية لتنفيذ آلية العقوبات على هؤلاء. 90% في يعني التقارير الدولية تتحدث عن 90% من الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين لم يحاكم مرتكبيها، وبالتالي لا يوجد قانون دولي يضغط من أجل محاسبة ومعاقبة من قام بتلك الانتهاكات.
وهذا أمر مهم جدا. النقابة الصحفيين اللي مع الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة العالمية الآن تقدمت إلى مجلس الأمن بقانون أو بميثاق يقوم على أساسه عدم الإفلات من العقاب، يعني لابد من محاكمة. ولكن للأسف لنا أكثر من سنة وستة أشهر منذ أن طرح هذا المشروع ولم يتم الالتفات إليه. هناك خذلان كبير من المجتمع الدولي ومن المنظمات الدولية للصحفيين اليمنيين، كما خذلت اليمن برمتها. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، كنت معنا عبر الهاتف من سويسرا. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، برأيك ما الذي بوسع المنظمات الدولية وأيضا نقابة الصحفيين اليمنيين والمنظمات المعنية بالصحفيين أن تقدمه لمساعدة هؤلاء الصحفيين اليمنيين في مثل هذه الظروف؟ أولا تحية لكل الجهود التي يبذلها شخصيا الزميل العزيز نبيل الأسيدي. هناك فعلا الكثير من البيانات التي كتبت حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن. في كل حادثة يكون لنقابة الصحفيين حضور واضح في التنديد بهذا الانتهاك، لكني أعتقد في الحقيقة وهذه هي التفكير بصوت عالي أنه بالإمكان أن يكون لنقابة الصحفيين دور أكبر من البيانات. مثلا الجهد الذي بذلته النقابة فيما يتعلق بمراسلة الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، هذه فكرة جيدة وجديدة أيضا على نشاط النقابة، ويفترض تطوير هذه الفكرة والاستمرار في عملية الضغط والممارسة المستمرة بمراسلة الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة حول الانتهاكات ضد الصحفيين بشكل عام. هناك أيضا نقطة في غاية الأهمية، يمكن للنقابة أن تعمل على مساعدة أسر الضحايا من الصحفيين. الحقيقة أن هؤلاء الزملاء الذين يعني يقبعون خلف القضبان أسرهم تعاني أيضا أو تشاطرهم نفس القدر من المعاناة، لأن بعض هؤلاء الزملاء أساسا هم يعولون أسر، وبالتالي تم تغييب العائلة الوحيد للأسرة، وتعرضت هذه الأسر للكثير من الشظف العيش ولقلة ذات اليد بسبب تغييب العائلة الوحيد لهذه الأسر. وبالتالي بالإمكان أن يكون هناك أيضا تنسيق بين نقابة الصحفيين وحتى بعض المنظمات الإغاثية والعاملة في المجال الإنساني في اليمن، لأن يكون الصحفيون حاضرون في أنشطة هذه المنظمات، سواء الصحفيون الذين في السجون وعائلاتهم أو الذين هم أيضا يقعون أو ما زالوا في يعني خارج السجون وظروفهم في غاية السوء بسبب انقطاع الأعمال وتوقف المؤسسات الإعلامية عن العمل، والحالة القمعية التي تشهدها الحريات بشكل عام في اليمن. للأسف الشديد ما يتعلق أيضا بالميليشيا الحوثية، كما أشار الزميل نبيل الأسيدي، هذه ميليشيا لم يعد يعول عليها أحد في إمكانية تحقيق عدالة على يدها. هذه جماعة فاشية ولا تحترم أي قواعد للقانون الدولي الإنساني أو قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القوانين والدستور اليمني، وبالتالي ضربت بكل هذه المبادئ عرض الحائط وتمارس نوعا من التوحش تجاه المجتمع، خصوصا أصحاب الرأي والصحفيين والإعلاميين. ولكن أيضا هناك فشل ذريع للمجتمع الدولي ومؤسساته ومنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تحمل مسؤولياتها تجاه اليمنيين والصحفيين على وجه الخصوص. للأسف لم نشهد أي موقف واضح للمبعوث الأممي إلى اليمن على سبيل المثال فيما يتعلق بالصحفيين وأوضاعهم المزرية في السجون أو وضع الصحفيين والحرية الصحفية بشكل عام. هذه القضية لم تأخذ حقها في اهتمامات المبعوث الأممي. صحيح أننا في حالة حرب، وأنه دائما ما يعبر عن تفاؤله دائما فيما يتعلق بأي خطوات وإن كانت شكلية لتحقيق السلام، لكن في الأخير هؤلاء ضحايا هذه الحرب، وفي مقدمة الضحايا والصحفيون هم المستهدفون، الفئة المستهدفة بدرجة رئيسية من قبل ميليشيا الحوثيين بحسب تصريح زعيم الميليشيا نفسه. وبالتالي يفترض أن يكون هناك اهتمام أكبر أو اهتمام على الأقل بالقدر الذي تفرضه مسؤوليات
المسؤوليات الدولية والمسؤوليات القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي ولمنظماته وللهيئات التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بوضع الصحفيين في اليمن خصوصا المعتقلين. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم معنا المحامي عبد الرحمن برمان عبر الهاتف من ميشيغان. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء النور. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. إحالة ملف قضية الصحفيين المختطفين إلى قاض معروف أنه متشدد وينتمي للميليشيا، ما خطورة مثل هذا الأمر برأيك؟ هو حقيقة حالتهم إلى المحكمة هذه، وهي محكمة تخضع لجماعة الحوثي ويمارس يعني اختار قضاتها يختاروا بعناية من النظام السابق، وحتى ثم جاءت جماعة الحوثي لتكرر هذه المأساة وهذه الكارثة، هي يعني الأمر خطير بحد ذاته، ويكون أكثر خطورة عندما يحالوا إلى هذا القاضي الذي عرف بتشدده وبانتماء العقائدي إلى جماعة الحوثي. يعني نحن أمام مأساة كبيرة، وربما سنكون أمام يعني أحكام قاسية يعني لا تقل عن الإعدام. نعم، إذن ألا توجد أي ضوابط قانونية لفرملة هذا التجريف الممنهج للقضاء ولحقوق الناس تحت لافتة الأحكام القضائية؟ من الناحية القانونية هو لا يوجد أي يعني أي مبرر قانوني لمحاكمتهم أو حالتهم إلى القضاء، لم يرتكبوا أي جريمة. لكن الميليشيات هي تفرض سلطة أمر واقع، وهي يعني بتحاول أن تقنن العمليات القتل. يعني هؤلاء الصحفيين استهدافهم في الشوارع وعمليات الاغتيال قد يثير ضجة، لكن يحالوا إلى القضاء ويتم التخلص منهم عن طريق القضاء. حاولوا داخل السجون ولا زالت المحاولة مستمرة. جميع الصحفيين العشرة لديهم أمراض، وبعضهم أمراض خطيرة داخل المعتقلات، بعضهم أصيب بحالة حالة نفسية، وبعضهم أيضا أمراض مستعصية. ثم يعني يأتي الأمر إلى يعني الدورة المؤسسة القضائية التي أصبحت للأسف الشديد في القائمة تحت سلطة الحوثي، أصبحت أداة من أدوات القمع، أداة من أدوات القتل، أداة من أدوات انتهاك حقوق الإنسان، أداة من أدوات تقييد الحريات وتكميم أفواه الناس. فأصبح الحوثيين يهددون الناس بهذه المحكمة حتى لا يستطيع أحد أن يتحدث أو يتكلم أو يرفع رأسه. هذه محاولة لإبعاد الشهود عن مسرح الجريمة التي هي اليمن والمناطق التي تسيطر عليها الحوثي، ومسرح جريمة، لأن الحوثيين يمارسوا الإجرام في كل مكان وفي كل قرية وفي كل منطقة، والصحفيين هم من يوثقوا هذه الجرائم، هم من يقولوها للعالم. فسعت الجماعة إلى التنكيل بالصحفيين عن طريق القتل والاعتقال والجرح وتشريدهم ونزوحهم من هذه المناطق التي تسيطر عليها الجماعة. نعم، أستاذ عبد الرحمن، يعني ألا يوجد أي طرق قانونية لحماية هؤلاء المختطفين الصحفيين برأيك؟ أعتقد أنه يعني لو تحدثنا قليل عن الضغوط الدولية وأيضا دور الهيئات الأمم المتحدة وأيضا الاتحاد الدولي للصحفيين، المنظمات العالمية، المبعوث الأممي، لم يمارسوا أي ضغوط فعلية، وإنما اكتفوا بعمليات الإدانة، وهذه الإدانة تأتي بين فترة وأخرى. وبذلك أنا أدعو نقابة الصحفيين اليمنيين أن تحرك هذا الملف بشكل أمثل وبشكل أكثر، حتى تستطيع أن تضمن تحرك دولي، لا نقول تضامن دولي، ولكن تحرك دولي لإجبار الميليشيات. الميليشيات قد تخضع للدول وتستمع لكلام الدول، لديها تنسيق مع كل الدول، ولو مارست هذه الدول وهذه المنظمات التي لديها علاقات وهي تمارس عملها في صنعاء وفي كل مكان، لو مارست دورها الحقيقي لكان هؤلاء الصحفيين قد حرروا منذ سنوات وليس اليوم. نعم، إذن باعتقادك هل يمكن تشكيل فريق قانوني يقف بوجه هذه المحاكم وإيصال صوت هؤلاء المتضررين للعالم؟ نعم، هو ممكن إعداد فريق قانوني حقوقي إعلامي يوصل هذه القضية ويدفع العالم للتحرك، لأننا لا نستطيع أن نشكل فريق قانوني بمفرده. الفريق القانوني الموجود في الساحة ويقوم بدور جيد ودور يعني عظيم، فريق هيئة الدفاع عن المعتقلين، لكن نحن رغم هذه الجهود لكنهم أمام قضاء يعني ميليشياوي، وفقط يأتي يحتاج المحامين لتحليل هذه وقوننت هذه المحاكمات على أنهم قد مثلوا تمثيل قانوني،
في كثير من الأحيان ضرب المحامين داخل هذه المحاكم، تقل المحامين وحبسوا، هدد المحامين، انسحب المحامين من كثير من القضايا، وبذلك لابد أن يكون هناك فريق إعلامي حقوقي قانوني يدفع العالم كله للتحرك من أجل إيقاف هذه المجزرة التي تقام أمام المحكمة الجزائية المتخصص، سواء للصحفيين أو أيضا لبقية المعتقلين الذين كثير منهم صدرت عليهم أحكام إعدام دون أن تذكر حتى أسمائهم في وسائل الإعلام. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن برمان المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من ميشيغان، ونتمنى أن يتم الاهتمام بهذا الجانب من قبل المعنيين. إذن أستاذ محمد، نلاحظ يعني أن لم يعد هناك أي حديث عن جرائم الميليشيا فيما يخص الصحفيين وفيما يخص الانتهاكات العديدة التي تقوم بها هذه الميليشيا، سواء على المستوى المحلي أو على مستوى العالم، لماذا؟ للأسف أخت آسيا، يعني ربما أنه طغيان لغة المصالح والحسابات الضيقة لبعض الفاعلين الدوليين المؤثرين في الملف اليمني أتى على حساب المبادئ والقيم وعلى حساب الوضع الصعب الذي يعاني منه اليمنيون وخصوصا فئة الصحفيين والقمع الرهيب الذي يتعرض له اليمنيون على يد ميليشيا الحوثيين، سجل حافل لهذه الميليشيا بالجرائم والانتهاكات على مدى 5 سنوات، لكنها تحظى بكل التدليل من قبل الكثير من القوى والفاعلين الإقليميين والدوليين، ولحسابات فقط سياسية معينة يراد لهم أن يظلوا قوة فاعلة في المشهد اليمني، وعلى اليمنيين أن يرضخوا لسلطة هذه الميليشيا السلالية العنصرية. يعني الحقيقة من المؤسف أنه بالفعل عندما نتحدث اليوم عن إحالة ملف الصحفيين إلى محاكمة على أيدي الميليشيا في الوقت الذي يفترض أن تكون هذه الميليشيا نفسها خلف القضبان، يعني هذه ميليشيا لا تتمتع بأي تعريف قانوني أو حتى سياسي، هي ميليشيا خارجة عن القانون. وميليشيا الحوثيين نعرف أنها ذات ثقافة عنصرية سلالية، وبالتالي يفترض أن تكون هذه الميليشيا هي التي تمثل أمام المحاكم وليس هي من تقوم على محاكمة اليمنيين وإذلالهم. وبالتالي نحن أمام صورة من ازدراء العدالة تمارسها الميليشيا الحوثية، تحاول إظهار نفسها كما لو أنها دولة. ربما نجحت هذه الميليشيا بفعل سياسات تحالف السعودي الإماراتي، وهي في الحقيقة سياسات عبثية وغبية للغاية. نجحت الميليشيا مستفيدة من هذه السياسات التدميرية للتحالف السعودي الإماراتي في بناء دولتها الخاصة بها، في بناء دولتها الخاصة بها، وليست دول بمفهوم الدول المتعارف عليه. لكن في المحصلة السلوك اليومي للميليشيا الحوثيين والقمع والتنكيل بحق اليمنيين ثم إحالة ملف الصحفيين إلى محاكمة صورية يظهر مدى استهتار هذه الميليشيا أيضا بقيم العدالة وبالقانون واستخدام مؤسسة القضاء كجزء من أدوات القمع، وهي في الحقيقة أيضا ميليشيا غير ذات صفة. يعني بالعكس، كما قلت، وجود هذه الميليشيا بحد ذاته يعتبر وجود غير شرعي وغير قانوني، وبالتالي كيف يمكن أن تكون مسؤولة أو يعول عليها تحقيق عدالة في حق المجتمع؟ يفترض أن تكون هذه الميليشيا خلف القضبان، ورموزها وثقافتها يجب أن تكون ثقافة مدانة بكل الأحوال ومجرمة قانونا، لأنها قائمة على مفاهيم عنصرية عفى عليها الزمن ولا يمكن لليمنيين القبول بها. وبالتالي هنا عندما تتحدث الميليشيا الحوثية عن محاكمة صحفيين أمام محكمة جزائية متخصصة في قضايا الإرهاب، سواء كان القاضي الذي ينظر القضية متعصب لهذه الميليشيا كما أشار الزميل نبيل أسيدي أو غير ذلك، هي في الحقيقة مهزلة كبيرة، وهي جزء من التراجيديا المفزعة التي يعيشها اليمن في ظل هذه الحرب التي أشعلت فتيلها ميليشيا الحوثيين وقادت اليمن إلى كل هذه المآسي وبأوجهها وأشكالها المختلفة. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا الإعلامي عبد الله الحرازي عبر الهاتف من هولندا. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور عليكم وعلى ضيفكم الكريم ومشاهديكم الكرام جميعا.
أهلا بك أستاذ عبد الله. كتبت مقالا منشورا على أن الحوثي هو أكثر جرأة في استخدام القضاء من الشرعية، رغم أن مصاريف القضاء القضاء ورواتبهم كلها تأتي من الرياض. أولا برأيك لماذا الحوثي قادر على تطويع القضاء لمزاجه العدواني؟ حقيقة مسألة تعامل الميليشيا الحوثية مع القضاء هي مسألة قديمة، يعني باعتبار أن القضاء ظل في يد الإماميين منذ أن تم الاتفاق مع الجمهوريين في السبعينيات، ظل سلك القضاء محصورا على الأسر الهاشمية، وعلى ظل محضن، ظل بيئة لفكرة الزيدية وفكرة الإمامية، إلى أن تجلى الوضع بالنسبة لهم بالانقلاب المشؤوم في 2014، وبالتالي كان القضاء واحد من أدواتهم لتثبيت الوضع بالنسبة لهم. لكن ما يعيب وما يحز في النفس هو أن الدولة ممثلة في السلطة الشرعية أغفلت تماما هذا الجانب من الصراع، حيدت تماما القضاء في البداية بدعوى أنه انهيار مؤسسة الدولة، ولا يوجد أماكن ولا يوجد محاكم لممارسة يعني المنظومة القضائية لعملها، وعندما تتحرر بعض المناطق سيتم عودة مؤسسات القضاء. تحررت بعض المناطق وانشئت ميليشيات أخرى، ويعني زاد الوضع سوءا. 5 سنوات وكل الأعذار التي تعللوا بها لتغييب القضاء تبخرت، واتضح للناس جميعا أن هنالك رغبة مؤكدة من قبل السلطة الشرعية بأن يظل مسألة عودة القضاء، وأن يظل هنالك سقف محدود تماما للسلطة القضائية لا تتجاوزه، ألا يتم تفعيل السلطة القضائية بجميع. نعم، لكن في الجانب الآخر الميليشيا تقوم بتفعيل هذا الجانب، والشرعية ما شاء الله تدفع الرواتب. برأيك لما تقوم الشرعية بدفع رواتب لقضاء خارج سلطتها ويعملون تحت إمرة ميليشيا الحوثي؟ عندما طرحت مثل هذا التساؤل جاءني من بعض الحقوقيين رد أنه الراتب هذا يعتبر حق، وليس لأحد أن يتم منعه، وبالتالي يفترض أن السلطة الشرعية تدفع رواتب جميع الموظفين في الدولة في جميع السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية وإلى آخره. هذا الكلام النظري، لكن حقيقة حين نتتبع نجد أن هنالك أسباب أخرى، أسباب شخصية وأسباب لها علاقات في بين القضاء أنفسهم، والقضاء الذين في الرياض يجاملون زملائهم، وهنالك مجموعة محترمة من القضاء في صنعاء، يعني خارج هذا وارد التعاون الميليشياوي حقيقة. لكن يعني أن يتم دفع رواتب الناس هكذا، دفع رواتب من يقومون بمحاكمة رئيس الدولة و قادة الدولة والحكومة والمعارضين والصحفيين والناشطين، هذا أمر يدعو للعجب. على الأقل كان يجب استثناء هؤلاء الوالخين في 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 جرائم تجيير القضاء لصالح ميليشيا انقلابية. يا سيدتي العزيزة، إلى حد الآن 5 سنوات لم يتم حتى الآن تجريم الانقلاب وقادة الانقلاب قضائيا. ربما تم مناقشته في جلسات مجلس النواب الأخيرة ولم يخضع حتى للإقرار. لا يخضع أحد. كانت الدعوة أنه لكي يتم شق صف الانقلابيين والتمييز ما بين الانقلابيين التابعين على عبد الله صالح والمؤتمر الشعبي العام، وترك الباب موارب لعودتهم، وحصر المسألة في الحوثيين العقائديين وما إلى ذلك فقط. لكن يبدو أن الموضوع يعني طاب للسلطة الشرعية أن تظل خارج كل أدوات المساءلة. حقيقة السلطة الشرعية تخشى من كل أدوات الرقابة والمساءلة، تمنع أو تستمر منع عودة مجلس النواب وانعقاد جلساته لأن دوره الرقابي معروف. كذلك قامت بتحييد مسألة
يعني السلطات مكافحة الفساد، الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وفي هذا الإطار تم تعطيل القضاء لأنه لا يريدون حسيبا ولا رقيبا. عبد الرب منصور هادي وسلطته وطاقمه ومن ينتمي إلى من يدير السلطة الشرعية الآن لا يريدون أحد أن يزعجهم أو يسائلهم أو حتى يعني يلفت النظر إلى حجم قضايا الفساد التي يديرونها. وبالتالي فعودة مسألة عودة المنظومة القضائية مزعجة لهم قبل أن تكون مزعجة للانقلاب. نعم، إذن يعني اسمح سأعود إليك أستاذ عبد الله ونشرك في هذه النقطة الأستاذ محمد. برأيك أستاذ محمد، يعني لما يغيب القضاء في التابع للشرعية ويتم إهدار حقوق اليمن واليمنيين بهذا الشكل؟ أولا تحية وشكر للأستاذ عبد الله، بالفعل أنه طرح نقطة في غاية الأهمية ما يتعلق ب القضاء على مدى العقود الماضية. بالفعل ظل أحد الممتلكات للأسر السلالية في اليمن وتحديدا للهاشميين، مع أني لا أستخدم هذا المصطلح كثيرا، لكن يعني بالفعل هم اعتقدوا أن مؤسسة القضاء وحتى أيضا بعض المهام أو المناصب المهمة في مؤسسات الدولة كالشؤون المالية في العديد من مؤسسات الدولة في اليمن حكر عليهم، وهذا أولا يدحض مزاعم أنهم تم إقصاؤهم أو ما أشبه ذلك. بالعكس كانوا في كل مفاصل الدولة ويتحكمون بأهم مراكز القرار في الدولة اليمنية. للأسف عندما يعني تم الانقلاب على الدولة اليمنية كان مؤسسة القضاء أو على الأقل العناصر السلالية الموجودة في مؤسسة القضاء جاهزة للبدء في محاكمة وتجريم كل من يرفع صوته لمناهضة الانقلاب ولسيطرة الميليشيا الانقلابية الحوثية على مؤسسات الدولة. من المؤسف أيضا عندما نعود إلى سؤالك أنه على مدى هذه السنوات الخمس من عمر الحرب لم تنجح السلطة الشرعية في تثبيت وضع طبيعي في أي من المناطق المحررة. بطبيعة الحال الحكومة الشرعية، السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي تحديدا وطاقمه، وأيضا التحالف السعودي الإماراتي يتحملون مسؤولية الفشل الذريع طيلة خمس سنوات في إظهار على الأقل نموذج مدينة واحدة من المدن اليمنية المحررة فيها حكم القانون وإعادة تفعيل مؤسسات القضاء والنيابة وضمان حقوق الإنسان في هذه المناطق، أو على الأقل إظهار مدى الفارق ما بين مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية ومناطق الحكومة الشرعية. اللهم إلا إذا كان في بعض المناطق مثل محافظة مأرب، لأنها في الحقيقة بالإدارة الجيدة للسلطة المحلية وبتضافر أبناء المحافظة نجحوا على الأقل في حماية المحافظة وإظهار قدر معين من حضور القانون والدولة في المحافظة رغم كثير من الإشكاليات أيضا. لكن على أي حال الآن نتحدث بعد خمس سنوات من عمر هذه الحرب أيضا عن سقوط الذريعة التي تتخذها الميليشيا الحوثيين بتهمة أن هؤلاء الضحايا في السجون من الصحفيين والناشطين السياسيين متواطئون أو كما يسمونهم مرتزقة مع العدوان السعودي. لكن اليوم نتحدث كما كشفت قناة بلقيس بالأمس عن وفد حوثي عالي المستوى يلتقي على مدى الأسابيع الماضية مع بين قوسين العدوان السعو صهيو أمريكي كما تسميه ميليشيا الحوثيين، ويبحثون تفاهمات معينة مع الجانب السعودي. إذن الحوثيون فقط يستخدمون القضاء والتهم لترويع المجتمع اليمني، وخصوصا تهمة التواطؤ أو التخابر كما هي التهمة الموجهة للزملاء الصحفيين الآن مع السعودية، لكنهم هم الأداة الأولى والأخيرة لتدمير اليمن، وهم من عرفوا على مدى التاريخ بارتزاقهم وبكونهم أداة للخارج لقمع اليمنيين وللتسلط عليهم، وفي نفس الوقت يستخدمون التهمة التي يفترض أن يحاكموا بها ويحالوا إلى السجون
بتهمة الخيانة العظمى يستخدمونها في حق اليمنيين وأحرار اليمن. إذن أستاذ عبد الله، الميليشيا أيضا تستخدم القضاء بشقيه المدني والعسكري في معركتها ضد اليمنيين، برأيك يعني لما لم تتحرك الهيئة القضائية لإيقاف هذا التجريف الممنهج لمؤسسة القضاء؟ هم يعتقدون ان كل هذه الاجراءات باطله واكتفوا عند هذا القدر وذهبوا يعني للاستجمام في حيث ما هم في الرياض وفي غيرها. يعني مثل هذه القضايا هي تفخيخ للمستقبل، حتى لو تم اي حل سياسي ستظل هذه الاحكام القضائيه عالقه. و يعني الآن عبد رب منصور هادي عليه 3 و4 أحكام إعدام من محاكم عسكرية ومدنية، كذلك جميع مسؤولي الدولة، كذلك مؤسسات وأرصدة مالية ومنازل لمعارضين ولناشطين ولأعضاء برلمان ولآلاف آلاف حقيقة آلاف، بالعودة إلى الكشوفات التي تصدرها الميليشيا عبر ما يسمى القضاء التابع لها. هنالك الآلاف من الحالات من الشركات التي تم تجميد أصولها وتم إدارتها من قبلهم والمنازل التي صودرت وغير ذلك. يعتقدون أن مجرد الاتفاق السياسي قد يلغي كل هذه الأعمال، وهذا غير صحيح. كذلك ظلت الميليشيا مستمرة لاستخدام هذا السلاح، لأنه كما قلت لك لا يوجد حتى طلب إحضار من قسم شرطة ضد عبد الملك الحوثي أو أي أحد من قادة الإنقلابيين. يعني أنا قدمت البرنامج الحقوقي لست وحدك أكثر من 200 حلقة، لا يوجد يعني تقريبا حلقة دون أن ننادي بعودة القضاء. لدينا نائب عام معين منذ زمن علي عبد الله صالح منذ 2011 اسمه علي الأعوش، لم نسمع له حسنا طوال هذه السنوات، مع أنه يمثل النائب العام للجمهورية اليمنية وكل ما صدر في وسائل الإعلام يعتبر بلاغا رسميا بحكم الدستور للنيابة العامة لفتح تحقيق فيه. لم يفتح تحقيق واحد، لم يجرم الانقلاب، لم تجرم كل تلك العشرات الآلاف من الجرائم من القتل ومن التفخيخ ومن التدمير ومن التآمر ومن الارتزاق ومن الانقلاب ومن الانتحال للشخصيات. هؤلاء الآن منتحلين لشخصية القضاء، منتحلين لصفة وزراء، منتحلين للرتب العسكرية، منتحلين لكل شيء، ولا يوجد عليهم أي طلب. بالعكس، يستطيع الواحد منهم أن يمر من جميع النقاط قانونا نظريا ولا يوجد عليه بلاغ واحد. صحيح. وكلنا سمعنا عن أولئك المتعاونين مع الانقلاب من ما يسمى ناشطين مجتمع مدني، حين أوقفهم جندي واحد ضجت الدنيا لأنه لا يوجد أي بلاغ. إذن أن هذا متعاون ضمن شبكة تقوم بتبييض جرائم الميليشيا، أو المهم يعني لا يوجد أي بلاغ ضد أي مستوى من مستويات الإجرام الميليشياوي، سواء المجرمين المباشرين أو المجرمين المدلسين الذين يقومون بتبييض جرائمهم. وبالتالي هذا فشل أكثر من ذلك، ليس يعني نتمنى أنه كان فشل، هنالك جريمة ارتكبت. هذه جريمة ترتكبها السلطة الشرعية بتغييب القضاء وترك اليمن عاريا قانونيا. نعم. والمعركة استمرت ولا زالت مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات، لا يوجد أي إسناد قانوني حتى تلك اللجنة عزيزتي أستاذ عبد الله. نعم. دعيني أشير إليها باختصار، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهي لجنة شكلت وبدعم دولي وتم عمل لجنة فنية دولية لدعمها وإسنادها، 3 سنوات لم تقدم ملف واحد من آلاف الملفات التي قالت أنها قامت بتوثيقها لتوثيق الانتهاكات. نعم. وإلى حد الآن كل ذلك كان في الأدراج، لا يريدون قضاء ولا يريدون محاسبة ولا مراقبة.
شكرا جزيلا لوجودك معنا. الإعلامي عبد الله الحرازي كنت معنا عبر الهاتف من هولندا. وفي أقل من دقيقة أستاذ محمد، برأيك لما لا يوجد تحرك سياسي لحماية هؤلاء الصحفيين والمدنيين الذين يتم محاكمتهم من قبل الميليشيا؟ السلطة الشرعية مسؤولة بدرجة أساسية عن حماية هؤلاء والتحرك، لأنهم اعتقلوا بداية بسبب دعمهم للشرعية في اليمن، وبالتالي هي من تتحمل المسؤولية على النقابة وعلى الشرعية اليمنية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وكل الآليات المحلية الممكنة، منظمات المجتمع المدني، أن تتحرك في وتستمر في مراسلات المنظمات الدولية المعنية سواء تابعة للأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية. أيضا أن يكون هناك مراسلات حتى مع وزارات الخارجية لدول الدول الراعية المبادرة الخليجية، باعتبار أنها تحضر بشكل أساسي في الملف اليمني والقضية اليمنية. هذه قضية يجب أن تكون ضمن أولويات قضية الصحفيين اليمنيين، ضمن أولويات الحكومة الشرعية. على الجميع أن يعمل جاهدا من أجل فضح جرائم الميليشيا الحوثية بحق الصحفيين وقادة الرأي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.